باعتبار أن غابة الزنادية تعتبر هي اللسان الناطق والترجمان الصادق والقلب الخافق لمدينة سطيف، إذ تعتبر هي رئة مدينة سطيف، وهذا بالنظر إلى العدد المعتبر من الزوار الذي يأمها ويزورها يوميا. العملية تاع اليوم عملية التطوع لرفع النفايات والقمامات المتواجدة على غابة لاراش. الشكر موصول إلى كل المتطوعين وكل الجمعيات وكل من قريب أو من بعيد من شارك في هذه الحملة. أنا الآن يعني كمتطوع لا أكثر ولا أقل سمعت بهذه المبادرة، دونك أضعف الإيمان أنه الإنسان يجي يشارك فيها. نعاود ونذكر ونقول فقط باللي هذا مكسب لمدينة سطيف، إذا ضرورة وإلزامية المحافظة عليه. أعتقد أنه مهمة الجميع سواء كهيئات أو مواطنين أو جمعيات إلى غير ذلك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادرة هي مبادرة شبانية 100%، مبادرة تاع شباب سطيف، تاع بنات سطيف، تاع رجال سطيف، تاع أحرار سطيف وتاع حرائر سطيف، حابين يقولوا سطيف مدينة جميلة، سطيف مدينة نظيفة، وأون بليس دو سا أكثر من ذلك أولاد سطيف إيجابيون إلى أبعد الحدود. ما عندنا لا شكل حزبي ولا غطاء رسمي ولا غطاء جمعوي ولا أي غطاء آخر، فقط شباب نلتقي عبر الهاشتاج عبر الفيسبوك، تلاقاو اليوم في مبادرة رائعة ورائعة جدا. هي عملية رمزية حتى نقول رانا حابين بلادنا، حابين مدينتنا، حابين وطننا، حابين شبابنا، وحابين نغيروا نحو الأحسن نحو الأفضل. هذه المبادرة ماذا بينا تكمل وتتواصل لشباب آخرين، لنوادي آخرين، لربما مبادرات أخرى حتكون في الأسابيع المقبلة. نعم، ومعا من أجل التغيير، معا من أجل الجزائر، معا من أجل الوطن، معا من أجل هذا لاجوناس، هذا الشباب اللي يحبوا بلادهم ويحبوا أرضهم ويحبوا وطنهم. ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ لاجوناس نتاعنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن هنا بصدد تقديم مساهمة، المساهمة هذه تتمثل في تنظيف غابة اسم الغابة لاراش بولاية سطيف. إذا نحن كعنصر نسوي نحاول نخليو بصمتنا في هذه البلاد، وطبعا مع الحوايج اللي راهم يصراو دوكا والحراك الشعبي ومنا، إذا نحن قررنا نقوموا بلفتة، لفتة هذه تتمثل في تنظيف البلاد تاعنا، يعني البلاد تاعنا مسؤوليتنا بنهاية الأمر. نوجه أنا من هذا المنبر دعوة لكل النساء اللي تقدر تشاركنا، تتفضل تشاركنا وشكرا. نحن اليوم في هذا اليوم الطيب المبارك في غابة الزنيدية بمدينة سطيف مع هذا الشباب الطيبين، ولي يعني كل مثله المجتمع المدني بصفة عامة، كل واحد جاي مثل نفسه، جاء غيورين على وطنهم، غيورين على مدينتهم، تفقوا في من غير ميعاد سابق يعني أنه يجي وينظفوا هذا المكان اللي هو مكان للراحة، مكان الاستجمام، اللي هو رئة المدينة. يعني حقيقة كل غابة في مدينة هي الرئة نتاعها والمتنفس تاع العائلات، ورانا نشوفوا الله يبارك يعني وليدات راهم جاوا معاهم ويلعبوا ويفرحوا في هذا المكان وإحنا في فصل الربيع. مناسبة طيبة، والشكر موصول يعني نثمن هذه المبادرة الطيبة، الشكر موصول كل هذا الشباب الطيبين اللي جاوا باش ينظفوا هذا المكان ويخليوه يعني يكون قدوة لكل مدينة أخرى أنه يقوموا بهذه المبادرات لتنظيف أحياء، لتنظيف مؤسسات، لتنظيف المدينة بصفة عامة، وخاصة الأماكن تاع الراحة هذه اللي حقيقة رانا أحوج ما نكون إليها. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو البر بعينه، وهذه هي التقوى بعينها، أننا نكون اليد في اليد وننظف مدينتنا وننظف أحيائنا. وإحنا كمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. فإحنا كمسلمين واجب علينا نكون نظيفين في أجسامنا، في ثيابنا، في الأماكن اللي نمشي فيها، ونكون قدوة لغيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الأثر قال: إن الله جميل يحب الجمال. لما يجيوا الناس ويجيوا العائلات ويشوفوا هذا المكان جميل ونظيف وتحبس فيه العائلات به يرتاح وكذا، يقولوا يعني تبارك الله في الناس اللي قاموا بتنظيف هذا المكان. نظف هذه الغابة نلعبوا فيها، لازم تكون نظيفة. هاي بهلي يكون قش نظيف ماشي يولي خمدو. النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. أنا ننظف في الغابة، ننظف هو الإيمان والشيطان والوسخ. اليوم رانا في غابة لاراش بضواحي مدينة سطيف، غابة جميلة جدا وتاريخيا مشهورة باللي غابة رياضية واستجمامية.
مالوروزمون ولسوء الحظ سكان ولايه سطيف راهم يسكنوا في غابه جميله، بصح شوفوا المشاكل اللي راهي توالها. كل يوم راهم الاف ومئات القرع تاع الشراب وتاع الخماج راهم يندارو لهنا. اليوم الشباب جاوا واحد المئة من حمله تطوعيه اندارت في الفيسبوك تاع الشباب، ما هي تنظمها حتى جمعيه ولا حتى اداره، راهي شبابيه 100%، وراهم جاوا باش ينظفوا. راحين ننظفوا وراحين نلموا، لكن انا من المنبر هذا تاع الاذاعه هذه وتاع التلفزه هذه الالكترونيه راني نقول بلي نحمل السلطات مسؤوليتها. كل السلطات راهي تشوف بلي الشعب ماهوش خامد، الشعب هو اللي راهو نظيف، بصح الشعب هذا ما يقدرش كل يوم يجي. السلطات اتكلم عن السلطات الامنيه والسلطات البلديه والولائيه، لازم يجيو هذا المكان هذا يسترجع الى العائله الجزائريه والى العائله، ما يكونش وكر تاع الفساد ووكر حاكمين لي فوايو، يسمى ولاو داونا مكان تاعنا، هذا المكان تاعنا لازم حنا نسترجعوه.